يمكن نشهدها منتصف الأسبوع المقبل مع التحذير أن هناك انخفاض حاد لدرجة الحرارة رح يلي هذا الارتفاع لدرجة الحرارة وتكون الأجواء تختلف بشكل كبير جدا ما بين الاثنين والثلاثة الجاية. نعم محمد الشاكر أنا بشكرك وبكرة طبعا رح نكون معك بأخبار التواصل الجديد يعطيك العافية. الحان وائل الشرقاوي يقول الآن نجم ستار أكاديمي يحيى سويس. لو هي الريح لو على حين جبال فوري رمش كل اللي بدون
بس هو طلعنا اسمع الرقم خلينا يا بطال وغسل